سلام، وش راك يا نظر؟ والله لاباس الحمد لله. واش راك تاع؟ لاباس، يجيك الخير. هاي معنا اختنا منار المصري. اهلا وسهلا. اهلا بكم، وش راكم؟ لاباس الحمد لله. هذا خويا نقول لك خباب اخيك، عندك تعرفيه سمعت؟ مرحبا. الاخت هذه منار، اخي راك ليك باه نحكي لها على الراديو. انا قلت لها قبيله، انا دخلت الراديو مازلت ما وجدتش، وحكي لها على الصفحه هذيك، باه نبعثوا لها لوبيا ثاني، باه نجيتيوها ولا تجيتيها انت من عندك. ما فيش مشكله. الصفحه وتزيد تعطيها رايك مليح، باه تفهمك وتنفهم الكل بيان، وش هو الدور اللي راح نقوموا به في هذه الصفحه. وهي اي جورناليست، وهي عايشه في مصر، ولعبت دور كبير معنا في شباب 8 مايو. يعني اسمها راهي عندها دور كبير اساسي في الصفحه نتاعنا. تفضلي اسمعي. ما حبناش نبيعوكم، احنا جزء من الشعب. واش هدفي انا ولا هدف عيسى ولا هدف اي واحد فينا؟ احنا حابين نتعلم في كل ما نوليوش وما نديروش الارهاب. احنا عايشين في هذيك المرحله، احنا عاد عايشين في تبعيه ولو كان نقعدوا ونسكتوا. شوف تعرفت انا غير مع صراحة احنا مثقفين، وانا احترم ثقافتك جدا جدا، وطبعا راك اكثر مني وراك ما اكثر مني خبره واوسع مني افاق، لكن ليس هذا الفيل شيء مثالي يصعب تحقيقه على ارض الواقع مع شعبنا بالمواطنة اللي رحنا فيها بسياسه هذا النظام. يصعب، راح يقعدوا اكثر من 20 عام. موش انا راني مع التغيير، اسمع اسمع، شوف نقول لك. يقدر الان في الاستراتيجيه اللي حكيتها لك، انا الاستراتيجيه هذه اولا ما راهيش رايحه تعطي فرصه للنظام على جال باش دوك انت لما راك تطلب مثلا ولا تطالب بانتخابات رئاسيه. نطالب بزوج حوايج، ما نطالب بوالو. ما نقول له راني رايح نسقط النظام، ما نقول له راني رايح نحي الجنرالات، ما نقول له راني رايح نحي المخابرات، ما نزيد نفتح جبهات على روحي وانا والو. انا نحوس على تداول سلمي على السلطة، نحوس على بوتفليقة يروح راهو مريض، راهو مصاب بالكونسير. يا ودي سمحيني فهميني واش راني نهضر لك، فهميني واش راني نهضر لك. انا راني عارف بوتفليقة، وعلاه قلت لك انا بوتفليقة هو النظام. مفتاح نتاع التغيير هي الانتخابات الرئاسية. مادام انه راهو كاين حراك شعبي، اذا كاين فعلا ماشي بالتصور وبالاوهام، اذا كاين فعلا شعب حوس يتحرك، نتحرك في اطار منظم والهدف تاعي ها هو نتحرك. مانيش راح نسقط النظام، انا نحوس على انتخابات رئاسيه. بوتفليقه مريض، نحوس على انه بوتفليقه يعلن على انتخابات رئاسيه. اذا اعلن خلاص انا نحضر الانتخابات الرئاسيه. علاش نروح انا ندير اعتصام ونروح ندير انا وشنو؟ حضر انتخابات رئاسيه وتديها لما تهيئ ناس داخل الجيش وداخل الشرطه وداخل كذا، كي توصل للسلطه من بعد انت ويكون عندك سند شعبي، فيما بعد انت راك راح تغير الدستور، راك راح تغير البرلمان، راك راح تغير البلديه، راك راح تغير الولايات والكثير من الاشياء. اما انك تخرج لانه تخرج للشارع، هذا الشرطه اول شيء راهم رايحين يمنعوك، ولما يمنعوك راه رايح يسرح تيكاك، ولما يسرح تيكاك كاين ناس يندسوا يدخلوا في المظاهرات هذه. تي راك هذا شعار تاع مظاهره سلميه، رانا شفنا ناس كانوا في الجوامع يصليو وقتلوهم، كانوا في الجوامع يصليو وقتلوهم، كانوا هازين المصاحف ورماوهم بكتبيات. تحوسي انت واحد يخرج، واحد يضرب في الزرنه، واحد يسمو. وزيد لابد من تهيئه. الانسان لما يكون يتكلم هكذا ويتصور راه شيء، لما يكون في ارض الميدان شيء واحد اخر. لما يكون على ارض الميدان ويجوع ويتحفى ويتعرى ويطفى عليه الضوء وما يلقاش باش يخدم وعنده اولاد وعنده كذا، الناس علاش راها ماشي تتحرك؟ لانه الناس ما عندهاش الثقه في هذا الناس اللي راهم يدعيوا للتغيير، ما عندهمش الثقه. هذا هو، مش قضيه راهم كيما راهم يقولوا بعض من الناس انه الشعب مش مثقف والشعب مش واعي. الانسان اللي يقول هذا الكلام هو اللي مش مثقف وهو اللي مش واعي. الشعب على باله جيدا من انه هذا الناس اللي راهم يدعيوا للتغيير راهم
يطردقوا سيتو، ما عندهم حتى تمثيل على مستوى الشعب، ما عندهم حتى كلمة في الشارع. هذا الناس اللي راهم يتكلموا دوك، مثلا واحد يتكلم لك على السكايب ولا على الفيسبوك، مليح هو انك يكون عندك تواصل، مليح جيد هو ان يكون عندك تواصل مع الناس، هو انك تتحدث معهم وتتواصل معهم وتتناقش معهم وتتنظم معهم وتتهيكل معهم، مليح مطلوب. ولكن الانسان هذا اللي ما تشوفوش، الانسان اللي يخفي الاسم نتاعو، الانسان اللي يخفي الهوية نتاعو، هذا انا ما نثقش فيه، ما نثقش فيه. هذا غدوة. احنا رانا نعرفوا ناس في الميدان بالاسم وباللقب، ونعرفوه بحياته من اللي زاد حتى الموقع اللي راهو فيه، ونهار اللي وصلت لعندك عندك، انه انسان يجيك في اضراب يروح يدير شهادة طبية عند الطبيب، يكاموفلي روحه ويجي يحضر معاك بالكرافاطة، راهو داير معاك الاضراب. هما انا صرات لنا في 91 الله صرات إيه نعرفهم. نهضر لك انا، نهضر لك من تجربه، مش نهضر لك من راسي. نعرفهم الناس، شفناهم لما توصل راهو غدوه. هاو تتمسي وتشوف شكون اللي يقف معاك، هاو غدوه تتمسي يزوك ولا تعرض للمضايقات ولا وصول. هذا الناس اللي حوسوا على التغيير هام يروحوا وسيدي يوظفوا واحد، والله يروحوا يشغلوا واحد، والله يروحوا يسكنوا واحد، والله يروحوا يعاونوا واحد. هذا الناس اغلبهم ركبوا الموجه نتاع التغيير هذه اللي حدثت في تونس وحدثت في مصر. وين كانوا؟ وين كانوا؟ احنا عندنا دوك سنوات وحنا نعيطوا في الانترنت، راهو الاخ عيسى هو مال في تبع النشاط تاعي عن طريق المنتدى تاع بلا حدود وفي اليوتيوب وفي الفيسبوك. عندنا سنوات وحنا نتكلموا وحنا نحضروا وحنا نوعيوا في الناس على جال باش تتحركوا باش تسمو، نجحنا. ولكن هذه الامور هذه اللي جات هذه نتاع تونس ونتاع مصر ونتاع ليبيا هي اللي حركت هذا الناس. وهذا الناس مش الهدف تاعهم نتاع التغيير، هدف تاعهم الزعامه، ما كانش حاجه واحده اخرى. انا درك هاني نقول لك درك روح يا ربي عاونك، اخدم دير المسيره تاع 8 ماي ونتلاقاو في جوان. هذا مكان، هذا الشيء نقدر نقول لك. لا دم نتلاقاو في جوا ونتلاقاو في جوي وفي اوت وفي سبتمبر، والنظام مازالو النظام اللي ما هبطوش الفيس اللي كان متهيكل على مستوى 48 ولاية، وكانت كلمة من علي بن حاج وعباسي مدني أمة نوض، ما عادش النظام يتحرك. النظام ما يحركوش هادو أصحاب المناقش، فهمت؟ النظام الناس راه كانت تتعذب، ناس قتلت تحت التعذيب، قتلوهم تحت التعذيب وما يقولش أح. ولكن الناس الآن بعد ما شافوا المختطفين، شافوا الناس اللي راحوا الأهالي نتاعهم وسموا، الناس ما عادش تثق. بصح كاين حاجة برك، كاين حاجة نضيفها أنا. تفضل. اسكو يعني أنت بوجهة نظرك، اسكو 91 و92 و93 و94 والأيام السوداء هذيك نفس المعطيات اللي راح نشوفوها دوك من هذا النظام نتاع 2011؟ شوف نقول لك، دوك البوليسي دي جاي يخرج موش مسلح. انا اعطيك انا نسمع واش انا نشوف التاثير. ثانيا انه ما يقدرش يخطف ويقتل كيما بكري، هذه متاكدين منها، ما يقدرش يدير هذا الشيء. اسمع، على حسب الاعلام تاع درك والتحركات تاع درك والناس اللي راهي تنشط، صح انه ما يقدرش الناس ما تقدرش تقتل كيما بكري وعنده فزار من العالم. شوف يا اخي عيسى، شوف النظام هذا قلت لك اول حاجه هو انه لازم الانسان يشخصه يدقق مليح تدقيق النظام. شوف عنده مكاتب تاع عمليات على مستوى 48 ولايه، فهمت؟ يعني هو انت كي راك تهضر انت مثلا تقول رانا رايحين نديروا مسيره وحتى في الجورنال وتهضر عليك الجرانين وكل والقنوات الفضائيه وكل راه تهضر عليك. النظام راه على باله على مستوى 48 ولايه شحال راهم رايحين يخرجوا معاك الناس، مش بالتخيل ولا بالتحليل، من خلال المعطيات. النظام اسمع معي طلع ليش تسمع يا رجل، ما تقولهاش خلاص سبحان الله، هي قطعت التك تهضر. اسمع معي طلع
في سكيت كوبات وعيطت لربك على ما عيطت. الو والله سمحي لي يا مانا لو كان ما كنتيش والله ما فقت انا قاعد نسمع فيه والله ما فقت باللي تقطعت. مش حال هذه وانا مقطوعه فيكم عيطوا لي لك هذيك الجريمه والو حتى الجريمه صار مشيتوا حتى شفت السيارة تاعك على مانا المصري وحده وباه عرف باللي انا كنت معيط لي. وين حبستي وين حبستي وين ما سمعتي؟ هذا ما سمعت والو من وقت اللي هدرت بالديه تاع ثلاثه. تكفى. المهم قلت لك النظام موجود على مستوى 48 ولاية، يعني هو من خلال المعلومات ومن خلال المعطيات راهو يشوف من خلال التنصت من خلال المراقبة نتاع الهواتف من خلال العملاء من خلال الناس اللي راهم مبعوثين في كل الأحياء وفي كل المساجد وفي كل الأماكن. هو راه على باله بالنفسية نتاع المواطن، حتى عنده حتى الناس يخدموا في الحمامات في الحمامات وفي الحفافات كاين نساء حمامات يخدموا في الحمام ويديوا الخبار، وعند ذوك الناس يخدموا الذهب هذو في العراس في الجنازات في كذا. الور هما على بالهم اسكو قال شوف اللي شكلوا عليهم خطر نهار اللي داروا المسيره الاولى اللي داروها في 12 فيفري، من ثم هما بعد ما فشلوها خلاص هما دوك راهم كل مره شوف ذاك النهار هم داروا تجمع في الجزائر هذو الجماعه اللي داروا والله العظيم الصفوف الاولى ما تعمروش الصفوف الاولى داروا تجمع في قاعه الاطلس هذو غدوا يديروا مسيره وطنيه الصفوف الاولى والله ما عمروها. كاينه حاجه علاه النظام علاه دوك النظام بعد تونس وبعد مصر ولا خايف ولا يطالبوا يقولوا راح نديروا التغيير علاه شوف راح نديروا الاصلاح علاه ادي اسمع شوف النظام اسمع يا اخي شوف أنا قلتها لك 70,000 خطرة، النظام يستعمل في عامل الوقت، فهمت؟ النظام يستعمل في عامل الوقت لتركيع الشعب، وركعوا، ركعوا، والنظام قلت لك أنا شوف أنا الشيء اللي مؤمن به هو أنه لابد من حركة شعبية، ولكن مش بهذه الطرق. حركة شعبية لازم تكون منظمة على مستوى 48 ولاية، تنظيم محكم. والمبادرة لازم تكون خارج نفوذ السلطة. المبادرة إذا كانوا فيها ناس من الداخل النظام لها بالمرصاد، لازم ناس من الخارج درك كما احنا هذو الناس اللي رانا في الخارج بعيدين عن الضغوطات تاعنا. انت النظام ما يتحكمش فيك على الإطلاق، ما يتحكمش فيك خلاص، ما عنده حتى طريقة اللي يتحكم بيك فيها. لازمك توجد قضية انت تضليل. انت شوف انسان يتكيف في قارو يتكيف في قارو يجي عليه رمضان تلقاه النهار هذاك تلقاه اعمى، تلقى واحد اكشفتهم مع جالك المغني المصري هذاك عادوا يستغموا في المطار، عادوا الناس ينتحروا، كاين واحد انتحر من العلم وقيل في الضربه هذيك نتاع لا كوب دي موند ما عطالوش باباه باش يروح انتحر ولا قتل باباه ولا وسم. النظام شوف راهو استعمل سياسة نتاع التخدير، خدر الشعب لمدة 40 ولا 50 سنة من خلال هذا الإعلام المضلل. وباش انت تخرج الناس ديجا من هذا الموقع لازم لك عمل كبير. العمل هذا لازم يبدأ عن طريق الحوار وعن طريق التواصل، وين أنه هذه الخيرين من أبناء الوطن هو يتلاقاو. هذا الناس شوف اللي راهم مجرمين والناس اللي مسخين، هذا الناس ما بالعكس راهم رايحين يفلطوا عملية التغيير. دوك مثلا واحد كيما هذاك العميل هذاك واحد من الناس اللي دوك راهم يساهموا في تثبيط عملية التغيير. لازم الناس اللي يكونوا يقودوا عملية التغيير يكونوا نظاف، ما هم مشاركين لا في السرقة ولا مشاركين في الدماء، نظاف، وتكون العائلات تاعهم مش مشوهة. تلقاش يعني زعما تلقى واحد ولد حركي والله باباه قاتل والله باباه داخل السجن والله كذا. هما شوف يلقاو لك غير وسيله صغيره، يبداو بعمليه التشهير. الور انت ما لازمش تعطي لهم الفرصه، لازمك تعمل مع الناس نظاف، والعمل ما يجيش هكذاك برك باش الناس تلتف حولك. لازمك تقوم باعمال يلمسها المواطن، هو انك تعاون الفقراء،
تعاون المساكين، تعاون المرضى، مش انك تخطب على الشعب ولا تقول للناس يلا هيا يروح نغيروا. وش تغير؟ وش راح تدير؟ انت لما راح تغير رئيس حكومه وش راح تدير؟ راح تغير رئيس جمهوريه وش راح تدير؟ راح تغير جنرال وش راح تدير؟ هل هيئت ناس اللي راهم رايحين يقودوا السلطه؟ يعني الجيش هذا ناس جهله راهم رايحين يمشيوا معاك؟ هاك تشوف درك واش راه صاري في تونس. يا هل ترى في تونس الناس هذو اللي راهم يحكيوا على التغيير، يا هل ترى وقع التغيير في تونس؟ الجيش هو اللي راه ماسك في السلطه، والجيش هو اللي راه ماسك السلطه في مصر. على الاقل تونس، اسمح لي، على الاقل تونس 23 سنه كنا نعرفوا تونس ونروحوا لتونس، وما يقدرش ينطق حتى كلمه، ما يعرفش حتى يصلي الفجر يا صاحبي. معاك. إيه ما تحروا ما والو. هذا شوف الشيء اللي صرا في تونس وفي في مصر صرا هنا في 88. درك هما راهم يطمحوا على جال باش واحد يكون من الناس اللي عندهم توجه اسلامي وزير. حنا راهم كاينين، ها ابو جره سلطاني وشوف كيفاه قلبوه، شوف مراني وكيفاه قلبوه، شوف قشي وكيفاه قلبوه، والكثير من الناس. حنايا شوف درك مثلا في تونس لما واحد يقول مثلا يحكي على بن علي تبان لك شغل راه معجزه.